كل سنة وانتم طيبين. النهاردة يوم الجمعة، يوم الجمعة العظيمة. كل سنة وكل مسيحيين مصر طيبين. وبكرة كمان عندنا ليلة العيد، بيكون بقى يوم اللحمة والديك الرومي والروستو وكل الحاجات اللي محرومين منها بقالنا كتير في الصيام. النهاردة أنا قررت أعمل معاكم مع لولو هايبر ماركت، قررنا نعمل مع بعض وصفة ديك رومي حلوة قوي بالزبدة، ونشوف ازاي نسويه من غير لما نصدمه ونسلقه ونقعد ساعات طويلة جدا. نشوف ازاي نسويه بطريقة سهلة وبسيطة بتتبيلة حلوة قوي تكون غنية، وتطلعه طري ومقرمش وفيه لمعة حلوة، وما يحتاجش ان احنا كمان نسلقه زي ما قلتلكم. وهنشوف ازاي نستغنى عن ريحته اللي احنا بنشتكي منها وطريقة تنظيفه الصح. هتكلم معاكم النهاردة من اول ما نشتري الديك الرومي لحد لما نطلعه مستوي. وطبعا في شويه تركات صغيره قوي لتقديمه، بعيدا عن طريقه التقديم اللي هي بتبقى زي الوليمه دايما، بنحطه على رز او على بيوريه او على ايا كان هنقدمه ازاي. في تركات صغيره قوي لازم نعرفها قبل التقديم، هنقول برضو عنها خلال الحلقه. هنبتدي نعمل مع بعض المقادير، وهنقول من اول لما نجيبه هنعمل ايه عشان تطلع ريحته حلوه فيستقبل التتبيله الحلوه. لو ريحته مش نظيفه او لسه مش نظيف هيزفر التتبيله الحلوه اللي هنعملها، فيبقى حرام عملنا تتبيله حلوه قوي ونزلناها على حاجه لسه فيها زفاره فيطلع طعم مش مظبوط ولسه مثلا مش مستوي. فاحنا عايزين نظبط التسويه ونظبط التنظيف ونظبط كل حاجه. قفلي بس المايك عشان سمع صوتي. هنبتدي مع بعض دلوقتي. هقول لكم انتوا لو اشتريتوا دلوقتي الديك الرومي ايه احسن ديك رومي تشتروه لو هتعملوه في البيت. احنا بنروح نسويه بره ب 1000 جنيه 800 جنيه 600 جنيه، يعني اقل حاجه بتبقى 600 جنيه تسويه الديك الرومي. احنا النهارده هنجيبه وهنتبله تتبيله غنيه جدا وهننضفه في البيت مع لولو هايبر ماركت. هنعمل الحلقه دي حلقه العيد علشان لو بكره عندك عزومه كبيره قوي وعايزه تعمليه كله في البيت وتقال عليكي ست بيت شاطره كده تعمليه معايا انا ولولو هايبر ماركت. النهارده بقى هعمله ازاي. عندي ديك رومي جبته، انا جايباه 5 كيلو، جايباه مزارع مش بلدي، وما بتفرقش في الطعم كتير لو احنا نضفناه صح وتبلناه صح مش هيفرق. هحكي بقى معاكم دلوقتي انا ليه حطاه بالمنظر ده. انا جبته غسلته دعكته بخل وملح جامد قوي وملح ليمون مش ملح عادي وملح خشن، دعك جامد جدا كاننا بنفرك حاجه فرق من جوه من بره، لحد لما نزل كل الدم وكل البهاريز اللي مش كويسه اللي جواه وشلت الكبد اللي جواه، شلت كل حاجه هتعمل ريحه زفاره مش كويسه، والحته اللي فيها دهون شلت كل الدهون اللي هتعمل لي زفاره مش حلو. تمام. وبعد لما عملت كده شطفته، وبعدين جبت حلة كبيرة زي ما انتوا شايفين كده عاملة له بقى محلول يطلع لي الروائح الوحشة اللي فيه. يعني موضوع مش غسيل بس، انا بطهر بقى دلوقتي، انا غسلت بطهر بقى مش عايزة اي ريحة زفرة. فعملت ايه؟ عندي المحلول ده زي ما مكتوب قدامكم على الشاشة، جبت مية وجبت خل وجبت ملح خشن وسكر عشان الملح مع السكر يعملوا كده محلول حلو يخلي الأنسجة تتشد ويطلع لي الريحة الوحشة. وعندي ورق لورا يدي مية حلوة كده يدي ريحة حلوة للمية، فصوص توم، عصير 3 ليمونة، قش برتقان أو ليمون أي حاجة بقى عندكم. كل ما تسيبوه من نص ساعة لساعة كل ما هتلاقوا زي كأننا بنسلق فراخ في شوربة أو كده، بنلاقي ريمة وكل الحاجات الوحشة عمالة بتطلع على الوش فوق، هتعرفوا ان هو عمال بينضف وبيطلع كل الحاجات اللي جواه اللي هتخلينا بعد كده يستقبل التتبيله الحلوه. التتبيله بتاعتي بسيطه جدا بس قويه جدا جدا. عندي 5 كوب زبده، ولازم تكون في درجه حراره الغرفه علشان هتبل بيها، هفرك بيها الديك فلازم اعرف افردها. عندي زيت زيتونه، زيت زيتوني طعم معايا زبده، لو حطيت زبده بس من غير زيت الزبده هتلسوى وهتعمل طعم وحش وهتغمق، انا عايزاها تفضل لونها فاتح عشان هسقسق بيها الديك وهو بيستوي. عندي 10 فصوص توم مشوي هيدوني طعم مدخن حلو قوي للتتبيله مع الزبده، وهيدي طعم توم هادي كده مش لاذع. وعندي توم مفروم هستخدمه اقل من التوم المشوي، بودره بصل، قشر برتقان، ملح خشن، وده ضروري جدا في الديك عشان لحمه كبير جدا فانا عايزه افركه بملح خشن مش ملح ناعم، فلفل اسود، جوز الطيب، بقدونس. ممكن نستغنى عن جوز الطيب ونحط 7 بهارات. دي كده التتبيله بتاعتي. وروزميري. الخضروات بتاعتي عباره عن بصل ابيض، فصوص توم فريش، كرات، كرفس، ورق لورا، نص كيلو جزر، شرايح برتقان، روزميري فريش، زعتر فريش. هقدم ده كله مع رز بسمتي اصفر. هعمله بقى بالمكسرات وهنقدمه مستوي حلو قوي غرقان في الزبده بتاعته.
زي ما انتوا شايفين كده. انا دلوقتي عامله له المنقوع ده اللي هو بتاع الملح والسكر اللي هو هيطلع لي كل الروائح اللي فيه اللي مش كويسه. هشطفه دلوقتي واحطه على فوطه، ينزل كل ميته وارجع لكم بعد الفاصل ده يكون ناشف كده ويكون طلع بقى من الميه، نبتدي نتبله مع بعض. استنوني. ورجعت لكم بعد الفاصل، ويلا نتبل بقى الديك بالتتبيله البسيطه السهله. انا عارفه ان في ناس كتير مننا بتخاف من فكره الديك الرومي وبتستصعب اعمل ديك رومي في البيت، مش هيطلع مظبوط، هيطلع ريحته مش حلوه، ما بعرفش اغسله، ما بعرفش اتبله. انا عايزه النهارده نعمله مع بعض باسهل طريقه وبتتبيله سهله جدا، ونشوف التسويه بتاعته ازاي، وما ناخدش وقت، وكمان ما نستصعبش الموضوع. لو جربنا مره نعمل ديك رومي في البيت ونجح معانا هنثق في نفسنا بعد كده انه يطلع سهل، ما نبقاش خايفين منه خالص. بعدين كل الفلوس اللي بنقعد ندفعها بره علشان نعمله بره، احنا مش ضامنين بره بيجيبوه امتى، بيجهزوه امتى، احنا نعمله ونبقى واثقين من حاجتنا ومن الطعم اللي احنا بنحبه. يعني انا مثلا بحب الزعتر اكتر من روز ميري، فزود بقى براحتي من الزعتر، ابقى عارفه انا بحب ايه احطه، غير لما حد يعمل لي حاجه بالطعم اللي هو شايفه بيحبها. عندي دلوقتي الزبده، وما تستغربوش الزبده كتير عشان هي الحاجه الرئيسيه اللي انا هدعك بيها الديك. انا مش هعمل ميه بصل بقى وطماطم والحاجات اللي احنا بنعمل بيها الفراخ، انا هعمل تتبيله حلوه جدا وغنيه جدا وفيها فات، فيها دهون، مش حاجه كده اللي هي دايت. انا عامله تتبيله فيها زبده كتير. عندي دلوقتي الفصوص الثوم، جبت الثوم عادي جدا حطيته في فويل ودخلته يتسوي في الفرن، بعدين لما اتشوى كده بنزله دلوقتي على الزبده كده. لازم بقى يوصل ان هو يبقى بينزل كده المعجون بتاعه على الزبده بالطريقه دي، هيدي طعم مدخن هايل جوه التتبيله، وهيخليها ريحتها كلها ثوم من غير ما نقعد نزود في الثوم المفروم، وبيهدي الطعم اللاسع بتاع الثوم. لما بيبقى مشوي بيبقى طعمه مدخن ومسكر في نفس الوقت. انا شامه ريحه كاني مثلا مشوحه بصل متكرمل دلوقتي، حاسه بحاجه متكرمله، طعم لذيذ جدا. قشر البرتقال حلو جدا، بيضيع الزفاره وبيدي لون حلو. بودره البصل عشان احنا مش حاطين ميه بصل. عندي هنا بقدونس، مهم بقى في التتبيله دي البقدونس. ليه مهم؟ علشان هو المكون الرئيسي كخضار. الثوم الفريش هاخد منه جزء مش كله، وجوزة الطيب، وعندي شوية ملح خشن، وهاخد منهم جزء برضو هحطه على الديك من بره، فلفل اسود، ونشيل بقى كل ده. انا دلوقتي بقى هفرك التتبيلة دي اللي بالزبدة بايه؟ ايه الحاجة اللي هتخليها تلف معايا في الكبة؟ زيت زيتون، زيت زيتونة. لازم احط اي سائل يخلي المكونات دي كلها كده ايه تدخل في بعض علشان تقدر تتفرك معاه كويس، وتدي لمعة، وتدي يعني تخلي الزبدة تعيش جوه الفرن اكتر، ما تقلبش لون اسود ولا تتحرق، وكمان ينكه بقى يطلع الروائح اللي انا عاملاها دي البرة كلها. تمام كده، نبتدي بقى نضرب ده مع بعض. ده نلف كده نضرب بقى. نقعد نضرب لحد لما الزبدة تدخل في الزيت، في المقادير، في الثوم، نحس ان كلها واحد. تمام كده، كده عندي التتبيلة بتاعتي جاهزة. طبعا الديك الرومي من الحاجات اللي لازم نختار المصدر اللي احنا بنشتريه منه. يعني انا النهاردة لولو هايبر ماركت بعتولي الديك الرومي، بعتولي حلو قوي، لونه وردي، فريش جدا، نظيف جدا، ودي حاجة طبعا بتفرق جدا في الديك الرومي بالذات، ميبقاش لونه غامق، ميبقاش
كبير جدا، فيبقى يستوي في كتير قوي. الاسعار كمان عشان هو غالي فالاسعار تبقى كده في متناول كل الناس. هم عاملين دلوقتي عروض عليه حلوه جدا صراحه. لما رحت اختار ديك رومي ولا فراخ ولا حمام، كل الاسعار مناسبه جدا لكل الناس، وفي عروض جامده جدا طول الوقت. فدي حاجه حلوه بالذات ان احنا داخلين على اعياد، كلنا داخلين على اعياد، فحاجه حلوه ان نلاقي مكان يكون بيوفر لنا الحاجه نظيفه وسعرها حلو. عندي دلوقتي باخد بقى الخضار اللي انا هحشيه جوه الديك الرومي وفي ارض الديك الرومي. عندي بصل وعندي كرات وعندي ليمون، زعتر فريش، ويا ريت لو تجيبوا روزماري فريش، وتوم فريش، وورق لورا. تمام كده. بعمل ايه بقى؟ بجيب دلوقتي جزء من التتبيله واتبل فيها الخضار كده، اللي هيدخل جوه الديك الرومي. تمام كده. يبقى انا بجهز الخضار اللي جوه، اللي هو كان عباره عن زبده وتوم مشوي وتوم مفروم وجوزة الطيب وقشر برتقان وملح خشن وفلفل اسود. كده انا جهزت الخضار اللي هيدخل جوه الديك الرومي. عندي الصينيه بتاعتي اللي هيدخل فيها برده الديك الرومي. هنعمل ايه؟ حط شويه زيت زيتون صغيرين في القاعده بتاعتي عشان بس مش عايزه اي لسوعه تحت كده. وبعدين هحط الخضار، هفرشه كله. البرتقال بقى اساسي جدا نحط تحت ونحط جوه كمان، يعني احط في الارض بتاعت الصينيه بتاعت الديك الرومي واحط جوه الديك الرومي كمان. حلو قوي. وبعدين عندي كرات وعندي فصوص ثوم، وعندي الكرات والبصل الاخضر، وهسيب جزء اخدهم بقى لجوه للحشوه جوه. دلوقتي بقى نيجي للديك الرومي نفسه، هنعمل فيه ايه؟ هنتبله ازاي؟ نشوف مع بعض كده التتبيله المفروض ندخلها فين علشان يطلع طعمه من كل الاتجاهات واخد طعم التتبيله. في ناس ممكن تستغرب فكره تتبيله زبده، طب فين ميه البصل؟ طب فين عصير الطماطم؟ ما هو ليه طريقتين، يا هنعمل عصير طماطم والحاجات اللي احنا متعودين عليها، يا هنعمل الزبده، ما ينفعش الاثنين مع بعض، ويا هنصدم ونسلق وندخل الفرن، يا هندخل الفرن على طول. بس طريقه التسويه صح هنتكلم عنها دلوقتي. دلوقتي انا جبت الديك الرومي غسلته كويس قوي زي ما قلنا في الاول، بعدين عملت له المحلول اللي هيطلع الروائح الوحشه اللي فيه. بعدين عندي دلوقتي هجيب كده السكينه واعمل فتحات صغيره لنفسي عشان عايزه ادخل الزبده جوه الجلد بتاعه كمان مش بس من بره كده. بصوا اهي السكينه، انا بعمل فتحات لنفسي عشان اعرف ادخل ايدي بس جوه. جيب بقى جزء من الزبده وادخل كده جوه عشان تسيح جوه وتطري معايا وتديني طعم في اللحم جوه. ناس كتير جدا بيشتكوا ان الديك الرومي ملوش طعم، يجوا يتبلوه يحسوا ان اللحم بتاعه لسه ما فيهوش طعم، واحنا عاملين تتبيله تحفه. ما هو لازم تتبلي من جوه ومن بره مش بس بره. نعمل كده. بصوا الفتحه اللي عملتوها بالسكينه دي، ودخلوا بقى في الوراك والصدور وكل حاجه، عيشوا براحتكم خالص. اقلبوا واعمل برضو الناحيه الثانيه. اعمل كده. حلو قوي. طبعا دي وصفه لاقيه قوي بقى على الايام دي، عندنا العيد، ليله العيد بكره. دي وصفه تكفي اسره كبيره وعزومه كبيره وعزومات رمضان كمان، يعني لو حد حتى مش مسيحي برضو عزومة رمضان، فطار رمضان برضو تكون حلوة، ما تحتاجش جنبيها طواجن كتير، هي كفيلة ان هي تكفي عزومة كبيرة وعدد كبير من الناس. عندي دلوقتي اهو الوش بتاعه، اغرقه بقى بالزبدة كله. حابة افتح له فتحتين كده من هنا عشان هنا كمان يبقى ليه طعم جوه. اعمل كده فتحتين صغيرين
كده وادخل جوه كمان زبده. طبعا السكينه بتاعتي بقت عباره عن زبده بس عادي. نعمل كده كويس قوي. بصوا ده يخلي الطعم يطلع حلو جدا جدا. ابتدي بقى دلوقتي اتبل من جوه خالص. مهم بقى كمان الكلام ده قبل ما نتبل بره، مهم جوه املاه بنفس التتبيله، وادخل الخضار برده متبل عشان كله كاننا بنعمل طاجن، كله يبقى واخد طعم بعض، ما يبقاش فيه حته احس ان هي مط كده ما فيهاش طعم. عايزين نبهر كله علشان كله يبقى كويس. هجيب بقى ده كده وادخل جوه كده شوية الروزماري والزعتر، مهمين جدا يدخلوا معاهم جوه، يقعد يغلي بقى ويشتغل جوه، وانا الحاجات دي الفريش دي تخلي بقى الخضار والديك الرومي كله ينزل لي طعم حلو قوي قوي. وحشي كمان جنب الورك كده في حتة كده صغيرة حط فيها برضو بصل وجزر كده علشان تنكه معايا الجزء ده. انا بحاول اديله نكهه كتتبيله، والخضار طبعا لما بيستوي بيبقى عامل نكهه حلوه فيه اكيد. كده حلو قوي. اديله بقى جوه ورق لورا. جوه ده احنا بنعتبره كأن حله بحط فيها حاجات تعمل نكهه حلوه. جوه شغال طول التسويه شغال معايا، فبحط حاجات تدي نكهه كأني بسلق حاجه بالظبط. وعندي شويه روزماري وزعتر كده، وبدخل كل الحاجات دي. الزعتر الفريش ده احلى زعتر طبعا. لما روحت رولو هايبر ماركت عندهم كل البهارات فريش، دي حاجة طبعا كويسة جدا ان ساعدتني ان انا اجيب كل الحاجات بتاعت الديك من مكان واحد، كل البهارات كل حاجة فريش جدا، ما كنتش بسهولة بلاقي البهارات الفريش دي، فدي حاجة حلوة. بعدين باجي دلوقتي بقفل بقى الرجول بتاعته كده. كل ده قبل لما اتبل الجزء اللي فوق. انا كده تبلت جوه الجلد وتبلت جوه الحشوة بتاعته، انا لسه ما تبلتوش هو شخصيا. بعدين باجي بقفل بقى عليه من جوه. ازاي؟ بجيب بتاعة الشيش طاووق كده واعملها من الناحية التانية، ادخلها حط كذا واحدة كده عشان عايزاه يطلع ماسك نفسه كده واخد الشكل ده. بشيلها طبعا قبل التقديم، بس هي بتساعدني انه يفضل قافل على نفسه كده. هيجيله اكتئاب جوه وهو لوحده. تمام كده احنا تبلناه من جوه ومن بره. جيب بقى باقي الخضار وحطه في القاعده بتاعتي كده، وحط لا هتبله الاول، حط كمان زعتر الفريش اللي جايباه من لولو هايبر ماركت. ده خطير بقى، ده اللي هيدي الريحه، هيخلي الطاجن كله ريحته خطيره. وحط الليمونتين دول كده او البرتقانتين، يا ده يا ده، بيدي مزازه حلوه قوي بقى لجوه. عندنا بقى دلوقتي التتبيله بتاعت بره. بصوا كانكم بتدهنوا حاجه، اقعدوا اعملوا كده افركوا فيه لحد لما كل حته فيه تبقى شاربه الزبده دي كويس جدا جدا، عشان هي دي اللي هتفضل تعيش معانا جوه وتعمل الريحه الحلوه واللون الحلو، وهتظبط معاكم الطعم جدا جدا. كم دخل في التتبيله. هنلف كده. تمام كده قوي. بصوا كل الاتجاهات واخده التتبيله، بتبل لحد الاخر خالص لحد لما الاقيه كله الدهن بالتتبيله، لان التتبيله دي هي اللي انا هسوي بيها جوه. وهنشوف هقول لكم برده هنعمل ايه جوه واحنا بنسوي مع بعض هنعمل ايه. الحته اللي فوق دي ادخل فيها برده التتبيله، اهتم بكل حته فيه عشان يطلع طعمه لحد الاخر حلو. هعمل كده. تمام كده. بصوا المنظر خطير. عزومه، عامل عزومه قبل ما يستوي. هطلع فاصل بقى اشيل كل الحاجات دي وارجع نتكلم عن التسويه بتاعته والتقديم بتاعه وازاي يطلع مستوي حلو. استنوني بعد الفاصل.
معلش يا جماعة، أنا عارفة إن أنا اتأثرت بالتتبيلة، قالوا لي بعد الفاصل ده إن أنا في الهوا الحاجة طلعت في شعري وفي لبسي زي ما أنتوا شايفين كده، فهو الديك عادي بقى عشان حجمه كبير نتأثر كده وإحنا بنتبله، نتبله برشاقة كده هيطلع ظريف جدا زي ما أنا طلع معايا، طلع لحد شعري وأنا بتبله، بس عادي يعني هو يستاهل. أنا قاعدة وسط أسدين قصر النيل، واحد استوى وواحد لسه هيستوي. عايزين نتكلم دلوقتي عن طريقة التسوية. بعد ما خلصنا الخطوة دي أنا أفضل تسيبوه ساعتين ثلاثة في التتبيلة، يعني كل ما يقعد كل ما يبقى أحلى، بس مش ليلة كاملة إن الزبدة بتغمق. أخركوا خالص 5 ساعات، ولما تدخلوه التلاجة يقعد في التتبيلة تغطوه بفويل عشان الزبدة ما تعملش طبقة ناشفة فيدخل يبقى ناشف، عايزينه يفضل طري. تمام. بعدين هندخله الفرن سخن جدا على أعلى درجة حرارة 15 دقيقة. يطلع بعد 15 دقيقة يبقى لسه الفرن شغال، هتلاقوا فيه سائل كده زبدة، بقى زبدة سحت، تروحوا عاملين كده بعد 15 دقيقة. بعدين تدخلوه 15 دقيقة تاني وتطلعوه تسقسقوه كده، تقعدوا تعملوا المرحلة دي 45 دقيقة، بتطلعوه كل 15 دقيقة يتسقي ويدخل تاني، ده على أعلى درجة حرارة. قعدنا كده ايه 45 دقيقة، بعديها يقعد ساعتين على 180، كل ده متغطي بفويل. اخر نص ساعة بس اللي بفتح الفويل زي ما انا فتحت في الاخر كده علشان اديله بقى الوش الاخير وانشف الوش واخليه كده يبقى باللون الهايل الجميل ده. يبقى انا في الاول بعمل ايه؟ بدخله 15 دقيقة 15 دقيقة 15 دقيقة 45 دقيقة، بين كل 15 دقيقة بقعد اسقسق الزبدة اللي بتنزل، اسقسقه وادخله تاني، كل ده انا عاملاه على اعلى درجة حرارة في الفرن. بعدين بعد ال 45 دقيقة بيقعد معايا ساعتين بحالها قاعد جوه الفرن على 180 متغطي بالفويل. اخر نص ساعة بس اللي بشيل الفويل عشان يبقى باللون الجميل قوي اللي انتوا شايفينه ده. هل بقى الديك الرومي ده لما بيطلع من الفرن بناكله؟ لا، في حاجة اسمها راحة الديك الرومي، لازم بيرتاح. دي مش حاجة اختيارية ومش حاجة يعني ترفيهية احنا بنعملها نرفه عنه عن اللي حصل فيه. الديك الرومي من انواع اللحوم اللي لو ما ارتاحتش ما خدتش ريست، بره بيسموها ريست كده، ليه؟ كأن حد تعب ومحتاج يرست عشان يطلع يقدر يبقى هادي واللحم بتاعه يتقطع بسهولة ويبقى فاتح، نودي الساحل عشان يطلع يبقى جميل وهادي وتحس ان الطعم بتاعه حلو ولحمه حلو، لازم تريحوه شوية بعد الارهاق ده كله. مش زي الفراخ حلو قوي سخنة الكفتة، لا ده لازم يرتاح ياخد وقته في الراحة وبعدين يتقدم. كمان بيحطوله فوطة كده، حتى فوطة برد عادي مش عليها مية ولا اي حاجة، او بيسيبوه بالفويل ورق زبدة يقعد يرتاح ساعة قبل ما يتقدم عشان اللحم بتاعه يبقى حلو ويبقى اطرى كمان. طلعه بقى دلوقتي كده، طبعا المنظر جميل جدا جدا، وعامله له بقى رز بسمتي عادي جدا بالكركم والكاري، كوبايتين رز بسمتي قدامهم 4 كوبايات ميه، واخدت شويه من المرقه بتاعته دخلتها في الرز عشان اديله طعم حلو، وشويه مكسرات شوحناها مع الزبده بتاعته. حاجه بسيطه جدا، عزومه هايله جدا. ممكن ناخد الميه دي كلها ونعمل بيها ايه؟ نشوح دقيق مع زبده او سمنه كاننا بنعمل بشاميل، وننزل عليها بالمرقه دي ونحط معلقه دامي جلاز ونعمل صوص حلو قوي مع شويه كريمه لباني، نعمل صوص حلو قوي كمان جنبيه لو حابين. المرقه بتاعته دي ريحتها خطيره وحلوه جدا جدا جدا. بقعد كده المع بيه الديك بتاعي، وزي ما قلنا طريقه التسويه وقت الراحه، كل الحاجات دي مهمه ما نستغناش عنها، دي صدقوني مش حاجه اللي هي اوبشن، يعني ده لازم يتعمل عشان يطلع مظبوط وجميل زي ما انتم شايفينه معايا. بشكر لولو هايبر ماركت على الديك الرومي الفريش الجميل ده، يعني الصراحه ديك مبهج. بعتولي كمان واحد اهو، معايا 2 ديك رومي، عامله عزومه لوحدي هنا. بشكرهم على البهارات الحلوه والمكسرات الحلوه وعلى العزومه الحلوه اللي في العيد دي، وعندهم كمان لبس عيد تحفه، وعندهم كل الخضروات وكل الدواجن الحلوه اللي تنفع في العيد. بشكرهم جدا. اتمنى النهارده حلقتي تكون سهله ومختلفه، ويكون الديك الرومي بتاعي عجبكم، تعملوه بقى في العيد وتقولوا لي رايكم كده على السوشيال ميديا، وتستنوني في وصفات للعيد وكحك العيد وحاجات جديده دايما من سفره دايما. شكرا.